بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انت عندك الهارد بتاعك اتملى وعايز تفضي مساحة، ففي برامج كتيرة. انا شخصيا بفضل برنامج ويندير لان هو مجاني واوبن سورس، فمش مضطر تدور على كراك ولا باسورد ولا القصص ديت. اول ما تفتحه بيقولك ايه الدرايفات اللي انت عايز تفحصها وتأكد من المساحة بتاعتها، وتشوف ايه الملف اللي واخد مساحة كبيرة. دلوقتي انت ممكن تقعد تلغي شوية صور، فتقعد 3 4 ساعات، وكل اللي انت لغيته مثلا 10 ميجا، فليس لها اي تقدير. بينما ممكن تلاقي ملف كبير عندك مساحته 2 ميجا او 3 ميجا. يعني ممكن يكون عندك، خلينا نتكلم مثلا على افلام وثائقية، فممكن يكون عندك افلام كتيرة جدا مساحتها 200 ميجا كل فيلم، فعمال انت تلغي فيهم. بينما عندك فيلم واخد مساحته الفيلم ده 10 جيجا، فاقول انت تتفرج عليه مرة واحدة وتروح لغيه، تمام؟ فكل اللي انت بتعمله ان انت بتحدد الدرايفات اللي انت عايز تفحصها وتقول له اوكي، فهو بيبدأ يفحص ويبدأ يجيب لي الملفات اللي مساحة كبيرة. مثلا عندي هنا ملف اسمه ليرنينج، تمام؟ تلاقي الحاجات ديت هي اللي مساحتها كبيرة. مثلا عندي ريفت 28 جيجا، تمام؟ يعني انا امبارح قعدت افحص فلقيت ليندا واخدة مساحة كبيرة 11 جيجا، فروحت لغى كل ليندا لان عندي حساب مجاني. في شرح ازاي تاخد حساب مجاني هتلاقيه اسفل الفيديو، وهتلاقي هنا تقدر تفحص تشوف ايه الملفات اللي هي واخدة مساحة كبيرة، فممكن تروح تلغيها. ممكن تلاقي الملف موجود مرتين، تمام؟ بس هي دي الفكرة من الموضوع. فمثلا لو انا فوجئت مثلا ان الملف دوت واخد مساحة 1.8 جيجا، وانا خلاص شفته قبل كده ومش محتاجه، هاجي هنا اقول له ديليت او ديليت شيفت ديليت، بحيث ان هو يلغيه تماما ويوفر لي المساحة بتاعته.